طبعا التأهب على الجبهة الشمالية ليس مرتبطا مباشرة باغتيال الضابط الإيراني بالضرورة، هو قائم منذ بعض الوقت، هناك مناورات أيضا تجريها إسرائيل، ولهذا أيضا وضعت نفسها، وعلى المقلب الآخر أيضا في لبنان وفي سوريا هناك تأهب في مقابل هذه المناورات التي تحاكي حربا شاملة متعددة الجبهات. لكن بدون أدنى شك يرى مراقبون بأن ثمة تغييرا في المعطيات على الجبهة الشمالية في الجولان المحتل، طبعا الجبهة مع سوريا أساسا، وما حدث ربما بالأمس من اغتيال وسط طهران جهارا نهارا لضابط إيراني يبدو بأنه نوع من الرسالة بأن المواجهة لن تقتصر على الجغرافيا السورية، بمعنى الغارات الإسرائيلية والاستهداف المباشر لما تقول إسرائيل إنه تموضع إيراني عسكري في الجغرافيا السورية، بل سيمتد ليطال طهران. هذا هو هذه هي كانت الرسالة. لهذا هناك حال تأهب أخرى غير معلنة بالنسبة للإسرائيليين في السفارات في الخارج وأيضا على الجبهة الشمالية، خشية ربما من نوع من الرد الانتقامي على ما حدث بالمسيرات أو بالصواريخ أو باستهداف سفارات في الخارج. هل التوقع يعني يكون عبر التنفيذ في الجبهة الشمالية أو الجنوبية للبنان، أم أنه قد يكون ردا لاستمرار عمليات اغتيال الإسرائيليين في الخارج؟ كل ذلك وارد بالنسبة للإسرائيليين. طبعا إسرائيل لا تعلن حالة تأهب رسميا، لأن مجرد الإعلان يعني أوتوماتيكيا بأنها تتبنى رسميا اغتيال الضابط الإيراني، وهي لا تفعل ذلك. لكن بدون أدنى شك إسرائيل تقول بأن، أو المصادر في إسرائيل على الأقل تقول بأن هذا الضابط كان مسؤولا عن محاولات عدة للاغتيال لقناصل وسفراء إسرائيليين في إسطنبول وفي اليونان وفي كولومبيا وفي مناطق كثيرة حول العالم. على ما يبدو بأن التحقيق الذي أجراه الموساد على الأراضي الإيرانية وفق الادعاء مع الشخص الذي كان منوطا به من الضابط، هذا الضابط الذي اغتيل لتنفيذ هذه الاغتيالات، اغتيال جنرال أمريكي ودبلوماسي إسرائيلي في تركيا بالإضافة إلى صحافي يهودي في باريس، جرى التحقيق مع منصور رسولي في الأراضي الإيرانية وانتزع منه الموساد ما يقول إنه اعتراف، ومن ثم ما أطلق سراحه، وهذا يدلل على أنهم أيضا وصلوا إلى ربما الرأس المدبر أو الذي أصدر التعليمات، والذي كان الجنرال الإيراني الذي اغتيل بالأمس. إسرائيل تخشى أن يكون هناك نوع من الرد، سواء على الجبهة تقليديا بإطلاق صاروخ هنا أو مسيرة هناك.